شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. النهارده بقى جايه اتكلم اي واحده داخله موضوع الاهتمام بنفسها وازاي تبدا العنايه بنفسها ومش عارفه تختار ما بين كل المنتجات اللي قدامها لانها نوع بشره وايه اللي هيليق معاها وايه اللي مش هيليق معاها. انا النهارده جايه اقول لك مجموعه من المنتجات للشعر والبشره وللجسم كل حاجه وكلها على قد الايد ومعقوله جدا. لازم لما تيجي تبتدي روتين بلاش الروتين تجيب حاجات غاليه قوي، لا نبتدي بحاجات بسيطه كده لغايه ما واحده واحده احنا نعرف بشرتنا ايه وايه اللي احنا محتاجين وايه اللي لازم نجيبه وايه اللي مش لازم نجيب. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها انك تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. كمان تتابعيني على السوشيال ميديا بتاعتي سناب شات انستجرام وكمان الفيسبوك، اللينكات تحت في صندوق الوصف، روحي حالا اعملي فولو عليهم ما تنسيش. ويلا بينا نبتدي اول حاجه. اول حاجه طبعا هي البشره، اول منتج لازم نبتدي بيه وهو الغسول. الغسول خطوه مهمه جدا جدا، وهقول لك ثلاث انواع من الغسولات تقدري تغيري ما بينهم لغايه ما تعرفي نوع بشرتك ايه، لان الغسولات دي لجميع انواع البشره، اي نوع بشره تقدر تعملهم عادي. اول غسول معانا اسمه اكسل، ده حلو جدا جدا، ده فيتامين سي حلو قوي قوي قوي، سعره 42 جنيه 250 مللي، عبوه محترمه يعني هتقعد معاكي فتره طويله لغايه ما تتعودي على الجو ده. وطبعا لازم تغسلي وشك الصبح وبالليل، ويا ريت لو في نص النهار تبقى مره كده كمان، فتبقى حاجه لطيفه قوي قوي قوي، بينظف الوش. وكمان فيتامين سي بيساعد على تفتيح البشره وبينور بشرتك لو انت بشرتك فيها بهتان شويه او بشرتك بتتاكسد يعني انت بتغسلي وشك الصبح وبعد نص ساعه تلاقي وشك اغمق، فدي معناها اكسده، فلازم نحتاج فيتامين سي. تاني غسول معانا واسمه غسول هيمالايا، ده ينفع برده جميع انواع البشره. لو انت بشرتك فيها حبوب شويه يعني فيها حبايه بدات تطلع او مبزبزه شويه كده، ده برده لجميع انواع البشره وبالذات للناس بينظف البشره، الناس اللي عندها حبوب، وده بيحسن شكل البشره وبيوحد لون البشره، وده سعره 60 جنيه. موجود كل الحاجات اللي بقول عليها دي موجوده في كل الصيدليات. تالت غسول معانا وهو غسول فاتيكا، ده بخشب الصندل والكركم بيساعد على تفتيح البشره وتنوير البشره. طبعا لازم تجيبي لونه بينك، ده لونه بينك زي ما انت شايفه صورته على الشاشه، ده ينفع لجميع انواع البشرات. الحاجات التانيه لكل بشره ليها غسول، فانت واحده واحده تتعلمي وبعد كده تفشتي. ده سعره 35 جنيه وحلو جدا جدا جدا. تاني حاجه معانا الكريم المرطب، طبعا انا مش هقول لك سيرم، مش هقول لك اي حاجه لانك لسه باديه، لو قلت لك حاجات كتير كده هتزهقي وتملي ومش هتعملي حاجه وتعملي يوم اه ويوم لا والجو ده كله. لما تيجي تتعودي لازم حاجه في حاجه لغايه ما تبقى روتين، يعني يبتدي مخك ويبتدي جسمك يعمل الحاجه دي من غير ما يفكر في الحاجه دي. الروتين انك بتعملي الحاجه ومخك بيفكر في حاجه ثانيه، ما بتعملي شعرك انت مش حاسه انك بتعملي شعرك، ممكن بتسرحي شعرك ومخك بيفكر في حاجه ثانيه، هو ده الروتين. واحده واحده هتخش في الروتين. ثاني حاجه الكريم المرطب، هو كريم مرطب واحد وحلو قوي قوي وسعره 40 جنيه ويجنن، وينفع لتحت عينك ولوشك ولرقبتك زي الفل، وبيجيب نتيجه في منتهى الجمال، وانا شخصيا لغايه دلوقتي بجيبه. اسمه سوفت تاتش، حلو قوي قوي، ده ينفع لجميع انواع البشره. قعدت ادور لك على كريمات تنفع لجميع انواع البشره، بصراحه لا، لان كل الكريمات او اغلبيتها الطبيه بتبقى تقيله، تنفع للبشره الجافه اكتر او البشره التعبانه اكتر، فانت مش هينفع معاكي ده لانك انت لسه مش عارفه نوع بشرتك ايه ومش عارفه انت محتاجه ايه، فلازم نجيب حاجه كده وتكون خفيفه على البشره وما تعملش اي انسداد في المسام او تطلع لنا حبوب. تاني حاجه هنخش عليها كريم الشمس. كريم الشمس من اهم حاجه، احنا عملنا غسول عملنا كريم مرطب نحافظ على بشرتنا بقى. الشمس بتعمل خطوط وبتعمل تجاعيد وبتعمل نقص كولاجين في البشره، يعني وشك يخس ما بقاش عندك خدود. الكولاجين هو اللي نافخ وشنا كده، الكولاجين هو اللي ماسك الجلد بتاعنا كده، كل ما جلدنا يكون رقيق ليه بنقول كريم شمس؟ الكريم الشمس بيعمل سماكه البشره، بيتخن الجلد، الجلد ده لو رق هيطلع لنا تجاعيد ووشنا يرقرق، فلازم كريم شمس عشان يحافظ ويعمل طبقه كده. اول كريم معانا هو كريم اسمه سان، ده سعره 50 جنيه وموجود في كل الصيدليات و50 بلس، بتجدديه كل 3 ساعات، بتحطيه على اي حته في جسمك، ظهر ودانك شفايفك رقبتك حتى ايديك كل. والكريم التاني بوبا زي ما انتم شايفين صورته على الشاشه، عشان بتروحي الصيدليه تديكي كريم بوبا ممكن تلاقيه 80، ممكن تلاقيه مش لبشرتك، ممكن تقري للبشره الدهنيه البشره الجافه. جيبي زي ما انا كده قدامك على الشاشه بالظبط، اعملي سكرين شوت او هسيب لكم الصور في اخر الفيديو تقدروا تاخدوها وتعملوا سكرين شوت. ده حلو جدا ينفع لجميع انواع البشرات، وقد ايه خفيف على البشره، ما بيعملش طبقه بيضة على البشره، ودي حاجه مهمه قوي. في حاجات بتحطيها على وشك بتعمل طبقه بيضة ومع الوقت تعمل فروله، واول حاجه بتفكر فيها يا بنوته انا عايزه افتح بشرتي، عايزه بشرتي ترجع لونها الطبيعي تاني. احسن كريم هو كريم بوبانا للتفتيح، ده سعره 34 جنيه في منتهى الجمال، كل مكوناته طبيعيه 100%، بيفتح بشرتك كويس قوي، وتقدري
تحطيه في اي حته في جسمك. كمان حلو جدا جدا تستعمليه مرتين في اليوم الصبح وبالليل، بيجيب نتيجه خلال شهر واحد. احنا دلوقتي عرفنا البشره، هنخش بقى على الجسم. الجسم مهم برده جدا جدا، لازم شاور جل كويس قوي، ولازم سكراب، ولازم كريم مرطب، بنعمله معامله وشنا بالظبط. ليه بقى لازم كل الحاجات دي؟ لان جسمنا ده الجلد بتاعك ده ما يكرمش، الجلد بتاعك ده ما يغمقش، الجلد بتاعك ده ما يبص. اول شاور جل وحلو جدا جدا بريحه الورد كمان، فظيع فظيع، من لونه سعره 55 جنيه، لعبوه قد كده، بيخلي ريحه الجسم فظيعه بعد الشاور جل باربع خمس ساعات كمان، بتبقى ريحتك كده تجنن، بتعجبني قوي قوي قوي. تاني شاور جل معانا من فريدا. فريدا دي انا ما كنتش عارفه ان هم فاتحين فرع كده ليهم او ستور بتاعهم، بس عاملين شاور جل وعاملين ريحه للهدوم وعاملين حاجات كتير قوي بتعجبني قوي قوي قوي. انا جبت من عندهم الشاور جل ده، خطير خطير، سعر 44 جنيه. تاني شاور جل من كلير. كلير ده عامله حاجه تجنن بصراحه، كريمات مرطبه هايله هايله للجسم. بس انا النهارده جايه اتكلم على الشاور جل ده، توت على ريحه ورد، انت مش عارفه الريحه ايه بالظبط. ده سعره 25 جنيه. بعد اول مره كده بنعمل شاور لجسمنا في الحمام، لازم نعمل سكراب كل اسبوع. السكراب بيشيل الجلد الميت وبيخليش في شعر تحت الجلد ولا جلدك مبذبذ، وبيوحد لون البشره، وبيحسن جدا شكل جسمك وبينور جسمك، وكمان بيشد الجلد. السكراب بيعمل حاجات كتير مهم. عندك نوعين سكراب حلوين جدا وانا بعشقهم، اول واحد بيوتي لاين، لان الحبه بتاعته رفيعه، وحتى الملمس بتاعه او الكواليتي بتاعتهم هي زي طبقه كريم، بينعم جدا الجلد وبيديله طبقه حمايه كده فظيعه، حتى بعد الشاور كده بتحسي جلدك بيلمع. تاني واحد معانا بوبانا، وده حلو جدا جدا، بس خدي بالك الحبايه كل ما تكون كبيره تستعمليه كل اسبوع، الحبايه كل ما تكون صغيره تقدري تستعمليه كل 3 ايام. يعني بيوتي لاين ممكن تستعمليه كل يومين عادي، مفيش مشاكل في كل شاور. مزيل عرق، مزيل عرق مهم جدا جدا، وانا هقول لك النهارده انواع. اول حاجه عندك دراجون، ده حلو جدا جدا، اللي كل راسه ابيض او لونها فضي تعرفي ان هو من غير ريحه، فده حلو جدا وهيقعد معاكي وقت طويل. ده سعره 200 جنيه، في طبعا اقل من كده، هقول لك اقل من كده، بس دي احسن انواع. تاني حاجه ميلاتكس. ميلاتكس في منتهى الجمال، انا مش عارفه ليه ده مش واخد حقه، ده حلو جدا، كل مكوناته صحيه وكل مكوناته حلوه جدا جدا جدا، وبينعم جدا وبيفتح تحت الابط جدا جدا. 26 جنيه يجنن في منتهى الجمال. وتاني واحد عندك كولاجرا، جميل برده، سعره 100 جنيه حلو قوي قوي، بس ما تجيبيش اللي فيه روايح، جيبي اللي من غير روايح خالص، زي ما قلت لك اللي راسه فضي كده زي ما انتوا شايفين صورته على الشاشه. وعندك ستارفل، ده حلو قوي، انا شخصيا ماشي عليه دلوقتي بقالي اكتر من 4 سنين، حلو جدا جدا جدا، وفعلا بتقعدي 24 ساعه ما بيطلعش اي ريحه عرق نهائي. طبعا لما بنحط مزيل عرق لازم نحط لوشن على جسمنا. عندك نوعين من اللوشن، عندك اللوشن بتاع بوبانا، ده حلو جدا، ده سعره 77 جنيه، العبوه كبيره وهتكفيكي فتره طويله، وحاجه كويسه لغايه ما كده تعرفي انواع تانيه وبتحبي روايح تانيه تبتدي تجيبيها. وكمان عندك بتاع ايفا، ايفا خطير خطير، بس النوع ده في انواع تانيه من ايفا بحس انها بتسبب حساسيه للجسم او تقيله على الجسم، بس النوع ده حلو جدا، ينفع لجميع انواع البشره، هيفيدك جدا وهيحسن جدا ملمس بشرتك وهيديك اللمعه الحلو. دول اهم اهم حاجه لازم تبتدي بيهم لو انت داخله جديد قوي في السكين كير والعنايه بالبشره والشعر وللجسم، دول الاساسيات اي حاجه في الدنيا، ودي مهمه جدا لازم تمشي عليها. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك الفيديو، اشتركي في القناه، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واي سؤال اكتبيه تحت في الكومنتات، وان شاء الله هنبتدي نعمل سلسله المبتدئين الشعر والبشره والحاجات دي كلها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.